طيب أجواء الخرطوم، معنا من هناك السفير المصري السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان. معالي السفير، أهلا بسعادتك. أهلا بيك يا فندم. أنا الكابتن أستاذ عدلي والكابتن إبراهيم مجيد. أهلا بيك يا فندم. طمنا، يعني مجهودات مشكورة لسعادتك طوال الأيام اللي فاتت الحقيقة. العفو. لا الحقيقة الجهود مشكورة جدا، بس أخبار البعثة إيه عندك سعادتك؟ كل تمام يا فندم، وصلت البعثة بسلام، وكل الطلبات الخاصة فيه الانتقالات والامن موجوده، وكان في اهتمام كبير موجود، بعثه كبيره بتقابلهم سواء من نادي الهلال وانا بتحط لهم في المطار، شرف كبير لينا طبعا، وكان يعني كميه مشجعين لا تتخيلها للنادي الاهلي سواء مصريين او سودانيين في انتظار البعثه. يعني الاجواء وديه كما الاجواء وديه كما نتصورها ونعلمها عن هذا الشعب الطيب. الاجواء في المطار وفي الفندق ومن نادي الهلال، والناس كلها كانت يعني بقول لحضرتك اننا في مطار القاهره وليس مطار الخرطوم. طيب وجود هذا العدد الكبير من المشجعين في المباراه، المشجعين المصريين متوفره لهم تذاكر لحضور مباراه السبت؟ هو حضرتك دلوقتي التذاكر اولا تمكين حوالي 500 مشجع يخشوا مجانا من غير تذاكر. تمام. وبعد كده اي عدد عاوز يشتري تذاكر بدون حدود يعني. اها. شيء جميل. حضرتك التقيت البعثه مع السفير مش كده؟ انا كنت في المطار يا فندم، والتقيت الكابتن والخطيب والتقينا البعثه والسفاره كلها كانت موجوده، وفي مسؤول نادي الهلال وكل كان موجود هناك، وكان تواجد امن كبير ومسؤولي امن العاصمه، وطلعوا على الفندق وتعشينا مع بعض. هم دلوقتي بينالوا قسط من الراحه عشان بكره هيبقى فيه الاجتماع التقليدي اللي هو بين النادي والنادي والاتحاد الافريقي الساعه 4، وبعدين التدريب هيبقى الساعه 9 في استاد ام كلثوم استاد الهلال بناء على طلب النادي الاهلي، اللي هو نفس ميعاد المباراه بعد بكره. نفس ميعاد ومكان المباراه. المباراه هتبقى 9 يوم السبت، والتدريب في نفس الميعاد يوم الجمعه الساعه 9. وعلى نفس الملعب. وجود الكابتن الخطيب حضرتك التقيته؟ بناء على طلب النادي الاهلي، وكل الطلبات اللي طلبها النادي الاهلي سواء الامنيه او اللوجستيه سواء الاقامه او المواصلات او الملعب. رحنا النهارده الصبح قابلنا الاستاذ اشرف الكاردينال، وكان معانا كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، وكان لقاء جيد جدا، وشافوا الملعب بناء على رغبتهم، ويعني كان في ترحاب كبير. في اي كلام تحب توجهه للجماهير هنا وهناك، ويعني سيادتك على ضوء رؤيتك للموقف يعني؟ يعني رؤيتي للموقف، والله هم فريقين شقيقين، وحضرتك عارف احنا يعني جيل السبعينات كان كل اهلاوي بيشجع الهلال، وكان كل زملكاوي بيشجع المريخ يعني. والفريقين فريقين على مستوى عالي جدا ومن عمالقه افريقيا، ومباراه بين فريقين شقيقين، العيسى بنقول له الف مبروك، وهو اللي هيمثل مصر والسودان بعد كده، ولقاء ما بين اشقاء، وانا اتوقع ان شاء الله اتمنى انه هيكون يعني الروح الرياضيه والمستوى الفني اللائق بالكره السودانيه والكره المصريه وعملاق افريقيا النادي الاهلي وفريق قوي كبير زي نادي الاهلي. طيب اللي كانت قال انه حتى مسؤول السفاره السودانيه هنا في القاهره قالوا ان الشباب اللي كانوا عملوا فيديوهات تحريض الفتره اللي فاتت تم القبض عليهم. دول يا فندم تم القبض عليهم، وطلعوا لا من مشجعي نادي الهلال ولا من ضوابطه. انت عارف حضرتك يعني الـ الـ المواقع السوشيال ميديا بيبقى يقدر عليها يدخل كل انسان، وهو حتى الولد في الفيديو اللي عمل الكلام ده كان شكله غير متزن، الكلام بتاعه كان حتى يعني غير مترابط، وتم القبض عليه، وما ملوش علاقه بنادي الهلال من قريب او بعيد. واكد لنا الاستاذ اشرف الجبالي رئيس النادي انه لا هو عضو في النادي ولا له علاقه بيهم ولا عضو في اي عرض من تشكيل النادي. اجراءات تامينيه جيده. معنى يا فندم؟ الاجراءات التامينيه خاصه وجيده مش كده؟ لا الاجراءات التامينيه حضرتك احنا رحنا السفاره وانا رحت بنفسي قابلنا مسؤولي وزاره الداخليه مسؤول الطوارئ هناك ومدير امن ام درمان ومسؤول العلاقات الخارجيه، واتفقنا هيكون حضرتك في 4 عربيات امنيه بالاضافه الى قوه عمليات خاصه بتؤمن البعثه منذ وصولها وحتى سفرها بسلام تهلا، وهيكونوا مامنين مكان الاقامه الفندق اللي مقيمين فيه، وهيكون فيه تامين لكل تحركاتهم سواء لما يتحركوا للاستاد ام درمان بكره عشان التدريب او العوده، او الاستاد بعد كده بعد بكره علشان المباراه، او لما يتحركوا من الفندق للمطار بسلامته، كل ده معمول حسابه، ووصل النهارده حتى من المطار للفندق في زمن قياسي، وما كانش في اي مشكله
لولا ان يعني عدد كبير من المشجعين النادي الاهلي سواء مصريين او سودانيين كانوا موجودين طبعا، والكل يعني عاصفه من التصفيق والمشاعر لما شافوا الكابتن محمود الخطيب وشافوا الفريق وبالذات محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب، وجود الكابتن الخطيب فارق شويه في اجواء التهدئه طبعا للجماهير. لا ده طبعا كابتن محمود الخطيب ليه شعبيه كبيره هنا سواء في السفاره او في الـ في الـ في, الـ في الشارع السوداني او لدى الجاليه المصريه، وله احترام كبير، ويعني كنا في شرف استقباله في المطار وكل الامور ماشيه يعني حتى الان كما هو مخطط لها، ومفيش اي ما يعكر صفوه حتى الان. تمام، نشكرك جدا سعاده السفير، اثقلنا عليك وعارفين مهامك الكثيره، مش عايزين يعني نزودها شويه. متشكرين جدا جدا يا فندم. شكرا جزيلا للسفير حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم.